ورجل جدا بي شير حساسي أو رح مري مدحوين أحمد محمد سلام أحمد مذوبي يقابل سنة قرمز مذوبي إسمان جيمس إسوان وحقد ديرات دلقيه ليه هل كان مدحوين أحمد محمد سلام أحمد مذوبي ولي أكو أكي سنة يوم إنه صلكل عبن دوني المقدشو دور شو يكي سنة أو خمسة دون مدحوين أحمد مذوبي محل جف لانكرا هدي عدالس كبيش عالم تو حل جن أكو كرو محاسة حل جن لوجود مدحوين حاس الشيخ محمود حقيقة صوتنا هل كان أيام كفلا قيننا مركز زود وادا وحتى رغضة يكون بيجان تايسدة هي تمنك أكتوبر لبعض من أفريقيا لبعضنك وحنو جد قلي ناقي وفر وركينا مدحينا الجبل عن أحمد محمد إسلام أحمد مذوي مع المكار ويسجد صوت تري مقدشو يسجد أو جبي أهم بدي ذي فضبضي حساس جاها اللوجة اللي أرمها مصير جاها شركة جلها وتشجع ثرا وأمرك يقول زي تاريخنا شر صعدة مدحينا مع مر قبلات ويسجد تبو إسلام كان هو الشيء إنه صنرالي كأهم قضبط حساس جاء اللوجه لي. سيدا حجوه أي شيء جيان يعني مدحين أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي أي واحد لبصدين قضب كأحضار شقف يعد السجق وماشى كصاري إن ضدك السجق ومتلقيب كم إذا أي مقيين وجان كذا تحسنا إذا معقول أهم إن حل جان السجق لقد عاد ليه دار شقف يعد حلقته. مدحين أحمد مذوبي أي سيدا كل وحياه ولبصدوا حكم إذا إن دولة الفدرال كالصومالية مدى بردين أي قصبة مامور قبلية دا يدو سنة شرع دراها أي جوغين مدحن مامور قبلية دا قميستي أين كسو قدبني قوليس وزير دا يوشاقي مدحوين أحمد مذوبي إن هابا يراتي وحلي راه دو دور شقو في عودة يسن دالكن كسو سعون سدح إلا باطن كنوفمبر كهرنا لو ديار قروب إن دور شوين أي قبصدان رير جبلا هذا بداو ديال سيدا حكوسي أي شيقيسو كلين حساسية أي كسماية كل حمري جيمس إسوان يقولي مدحوين أحمد مذوبي. هرتا وحيا والله ياب كل كلن كان لقاعد كوحيتها أحمد مذوبي مقال كي مقدشو وكجوجي مقال كير قد سن أيار لقاعد كي ما أنت لكن لقي يقيني طبعا نهنا واللقاعد وحتى سوي رضا أرك كرتو داوده وحا أي موجين يعني إن مدحوين أحمد مذوبي خوف كان هديه هري وقرنه يخوف كان وصل هري كجرنه. مرك أحمد مذوبي يسبدل كويسبدل أي وحي معنيه ذو تهيا للي هاي. شان تصنع إصاص وعطينه النقض ضمن مدحينها على سوق الجبنة. مدحين أحمد مذوبي يو جيمس إسوان وهذا هذا الحساس يا بحمري وحنا لقد البضيء مقدشة وكسر لعبته شركة سيلوسي أم بقاضه ما دام مدح دي كلام من قبل يتد مقدشة كجودون سين ويلين وانبحنا لكن دولة الصومالية أي مركز تاع لا ذهيل بل سوق أحمد مذوبي أنكور سوقنا يوحي عبك العالمي له. سيدو ورقوا إشي يعني مدحينها الجبنة أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي أي وحى وقعد قبي جديد إنه هذا مجال هذا مقدشي وحون الشجع إنه دور الشاء هذا إسلام كان صفة شرع درة مدسنة كبر القصب كسي جوجي كرين مجال هذا كسمايو أحمد مذوب حلو ذا جي صبي كان إن شركة وكصبحه وحون الشجع إن شركة عن لوردمان أو سومالي أو دن أيضا أودمان قارن بيش وكسو جيدو زاد رادي إن هذه قلنا وكدو جلها برامش كدور شوين خوفي عاد هدو إسقال إرسالها زاد رادي wuxuu go'aansaday inuu bannaanka ka maro guud ahaan bawlaha James Iswan oo fara maran ayaa ka tagay magaalada Kismaayo Ahmed Madobana halkiisii ayuu taagan yahay oo waxa muuqata in wax isbedel ah xaqiisa aysan ka imaanin madaxweyne Ahmed Madobe wuxuu shaqo geliyay gudiyadii ka shaqeyn lahaa diyaarinta doorashada xildhibaanada xulistoodii ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabanay maalmahan soo aadan waxa kale oo odayaashu ay wadaan dadaal xoogan oo ku saabsan sidii ay gabi ahaanba uga dhabeyn lahaayeen qorshaha ديبو دور الشدة مدحويني أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي قارك ميدا ورباهين دي لها لين أضياشا وحين الشيقين إني بجعلان لهايين إن نوفمبر لغزور مرسيو دور الشدة حل ما نظر إنت بضان صوبيح دونا وحالة أميسيها إن كوها دجوغا إيهين كوها أحمد مذوبي سياسي سكسوهر جيدنا تاقضى أي كبيح دونا مقالة كسمايو وحيلة عير إسام مشرحين حل ما نو إلاي هدنا مجلو مشرح مدحويني وجبلنا ومجال هذا كسماعي نفتي سكو آمني أو تغي مشرحين تجبلان وحي جوغان انتو هذا بدل نيروبي هالك غار كودن مجال هذا مقدشو أي جوغان شخصيات واوين أيا كميدا سيدا مشرح عبداللهي مشرح أومار أي ركالي أو يوك اسكسو تاغي حلك مدحوين نمو أي جبلان لكن هادانا بغضين أي كقبانين كسماعيو أي تغان وأحمد مذوبي وحي آمسيين أما إنو حيري كرو أما إنو ديباتك لو قيسا كرو أما وحيتا إلو ديدي كرو إني كدغان قرون كمجال هذا كسماعيو madaxweynaha jubaland ayaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in uu doonayo in doorashada uu keeno musharax madaxweyne isaga la tartama
oo doorashooyinkii hore wax ka duwan meesha ay ka dhacaan ugu yaraana ee codad yar lagu kala adkaado laakiin wax kasto dhaca axmed madowe waxa uu si cad u diiday in wax ka socda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ama xubno ka socda dawladda soomaaliya in ay yimaadaan magaalada kismaayo oo ay doorashadaasi kaalin ku yeeshaan caadiyan marka doorashooyinka uu qabsanayo waxa uu xiraa guud ahaan qaybaha kala duwan ee magaalada isla markaana wuxuu diidaa in magaalada qof uu soo galo qofna uu ka baxo inta doorashooyinka ay dhacayaan doorashadii ugu dambeysay waxyaabaha la yaab kale ee dib hadda loo soo saaray waxaa ka mid ah xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilligaasi ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbaland oo leh sharcigeena ee dastuurka jubbaland ayaa awood noo siinaya inaan doorasho qabsano oo dowlad dhexe aan waxba ka sugin dabcan xilligaasi farmaajo ayaa madaxweyne ahaa maxamed xasan cali khayrena wuxuu ahaa ra-iisul wasaare hadda marka isagaa ra-iisul wasaare ah xamse cabdi barre sharcigii shalay uu ku qanacsanaa ee dastuurka jubbaland miyuu aqbali doonaa axmed madoobe madaxweynenimadiisa faragelin inuu ku sameeyo madiidi doonaa mise wuu isbedeli doonaa oo sharciga dowladda dhexe ayuu ku hadli doonaa waxyaabaha la isweydiinayo sidoo kale arrimaha taagan waxaa ka mid a in dowladda soomaaliya ay isku dayeyso xubno ka mid a maamulka sare ee jubbaland inay soo jiidato oo ay ka hor yimaadaan isku dayga dib u doorashada ee madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe marba haddii xubnaha ka socday qaramada midoobay ay kusoo hungoobeen in axmed madoobe muqdisho ay kusoo celiyaan waxay micnaheedu tahay in axmed madoobe cid ka hor taagan inuu qabsado doorasho xilligan aysan jirin halka dowladda soomaaliya aysan waxba ka bedelin iyaduna mowqifkeeda doorasho qof iyo cod ah inay ka dhacdo dalka taasi oo aan la garanayn siday u dhici karto iyo qaabka loo mari karo maadaama weli aan dalka la xoreenin isla markaana tirakoob aan la samaynin magaalooyin badan oo dalka ku yaalla in ka badan 16 sano calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aan laga taagin iyadoo al-shabaab weli ay awood ku leeyihiin muqdisho oo qaraxyo ay ka geysanayaan dilalna ay muqdisho ka geysanayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadka siyaasadiisa dhaliilsoon waxa ay leeyihiin wuu ku korgabanayaa doorasho qof iyo cod ah isagaa farmaajo ka diiday shalay maantan cid ka ogolaanaysa ma laha doorasho qof iyo cod ah ayaan qabanayaa sababtoo ah inuu muddo xileedka dheereysto ayuu doonayaa ayaa la leeyahay waxaana taasi dadku ay markhaati uga dhiganayaan hubka dhigista uu la damacsan yahay siyaasiyiinta isaga ka aragtida duwan ee muqdisho jooga oo taasi oo la doonayo ayaa la leeyahay haddii muddo xileedkiisa uu dhaafo 15-ka may 2026-ka in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo cid hub soo qaadato oo ka hor timaada in la waayo iyadoo warar qaar ay leeyihiin caasimada wuxuu doonayaa inuu isaga baxo oo uu tago qaybo ka mid a shabeellada dhexe halkaas oo uu madaxtooye ka samaysanayo kadibna xaalka halkaas uu ku dejin doono dadka madaxweynaha taageersan iyaguna waxay leeyihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikh weyn ayuu dhigi doonaa doorasho qof iyo cod ayaana dhici doonta ciddii diidana looma joojinayo oo waa laga soconayaa safarka dowladnimadana ma aha baryo ee waa xoog haddaba wixii kusoo kordha arrinta jubbaland iyo guud ahaanba nidaamka doorasho qof iyo cod ee villa soomaaliya ay qorsheynayso muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan halkan haddii aad nala soo gaartay muuqaaladan la sii wadaag asxaabtaada kale kuna soo biir channelkeena